لم تتوقف التصريحات لمرتضى منصور حتى بعد تركه لنادي الزمالك، ولم يتوقف نادي الزمالك في أن يصبح حديث الجمهور الرياضي بين الفترة والأخرى. تفاصيل جديدة سنكشفها لحضراتكم الآن من خلال تغطيتنا. كشف المستشار مرتضى منصور عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مصير النادي خلال الفترة المقبلة، وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: هناك شائعات بأن أعضاء مجلس الإدارة سوف يقدمون استقالتهم بعد اجتماعهم معي في المنزل. وشدد مرتضى منصور على أنه أخبرهم بعدم تقديم الاستقالة معلقا: اوعوا حد يستقيل، وهذا على مسؤوليتي. وتابع: لدينا أزمة ويجب أن نصل لحلها، وهي إيقاف القيد وأزمة صرف رواتب الموظفين. واختتم مرتضى منصور تصريحاته: مجلس الإدارة منتخب ومستمر، وتدخلت لحل المشاكل التي يمر بها نادي الزمالك. وقد علق المستشار مرتضى منصور على قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقد أصدر النادي الأهلي قراراً يوم الجمعة الماضي بتوجيه الشكر لكابتن سيد عبد الحفيظ وتعيين كابتن خالد بيبو مديراً للكرة. وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته الشخصية على يوتيوب: سيد عبد الحفيظ انتهى دوره في الأهلي، وهو كان موجود بس عشان يستفزني عشان أرد عليه، ولكن انتهت مهمتي ووجوده في الملعب الرياضي أصبح غير لازم. وأضاف أن سيد عبد الحفيظ كان موجود لكي يستفزه، أما الآن فمن سيستفز؟ فهو الآن خارج أسوار القلعة البيضاء، لذلك فهو أيضا انتهت مهمته. ووجه المستشار مرتضى منصور رسالة خاصة لأيمن يونس وحازم إمام وشيكابالا قائد الفريق. وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: إن حازم إمام وشيكابالا من محبي ممدوح عباس، وهو قادر على حل مشاكل نادي الزمالك من وجهة نظرهم. وتابع مرتضى منصور: ممدوح عباس يقول أن لديه أموال من نادي الزمالك، ولو لا يحق له فيجب أن يتنازل فورا. وبالعودة إلى القلعة البيضاء مجددا، كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تواصل مسؤولي الأبيض للاتفاق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تجديد عقده في الفترة الحالية. وعقد أحمد فتوح مع الزمالك بينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبيرغب مسؤولو الأبيض في الحفاظ على اللاعب مع الفريق لفترة أطول. وأن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي، على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب وداع الأبيض للبطولة العربية. وأيضا شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب البلدوزر نقلا عن حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك السابق: جددنا عقد إمام عاشور مقابل 8 مليون جنيه قبل رحيل اللجنة بيومين فقط، وفوجئنا بعدم توثيق العقد بعد رحيلنا، وهذا الأمر مسؤولية من جاء بعدنا، ولا أجد أي تفسير لعدم توثيق العقد. وأكد الناقد الرياضي كريم سعيد أن السر وراء التحول في مستوى النادي الأهلي من فترة بيتسو موسيماني لمارسيل كولر أنه استطاع علاج الأخطاء التي كانت موجودة، ومنها بالطبع العامل البدني. وقال كريم سعيد أيضا أن هزيمة الأهلي من سان داونز أعطته درسا قويا، مؤكدا أن بعد تلك الهزيمة تحول مستواه ونجح في الظهور بشكل مميز. وتابع أيضا سعيد:
أن الصفقات التي نجح الأهلي في إبرامها بالتعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم هي صفقات ستفيد الأهلي، مؤكداً أن وجود إمام عاشور سيفيد الأهلي بشكل قوي خاصة بعد رحيل حمدي فتحي. مشاهدينا الكرام، هذه كانت التفاصيل الخاصة بالزمالك الفترة الأخيرة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.